يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد هناك مسجد ليس فيه إمام راتب، ولكن يوجد أخوان فاضلان، أحدهما يحفظ كتاب الله كاملا لكنه يقصر من لحيته ويصلي وهو لابس للبنطال، والآخر يحفظ كثيرا من القرآن وقد أعفى لحيته ولبس اللبس المعتاد، فإذا اجتمع حفظكم الله فأيهما يقدم في الإمامة؟ يقدم الذي أعفى لحيته ولبس اللباس المعروف في البلد، هذا يقدم لأنه أكمل من الأول. نعم.